يا اهلا بالمشاهدين. ذكركم مشاهدينا الكل حاب يتفاعل مع مواضيعنا عبر صفحتنا او صفحاتنا في السوشيال ميديا، واكيد كل اللي حاب يتابعنا يقدر يتابعنا بطريقه مباشره او بطريقه التسجيل يرجع للحلقات من خلال تطبيق شاهد. وايضا مشاهدينا طلبنا تشاركونا من خلال الواتساب بصوره او فيديو من خلال رقم الواتساب، وتخبرونا الاماكن اللي قاعدين تقضون فيها فتره الصيف، خاصه الاماكن اللي تجيب لكم الراحه والهدوء. اما الان نرجع للشيف شبشول، حياك الله. اليوم ما شاء الله بنروح للمطبخ الفرنسي. نعم. اليوم عاملين تشيكن فريكاسي، يعني خلينا نقول بالعربي هي تشيكن ستيو. تشيكن ستيو يعني انه مثل انه يخنه. يخنه. نعم. الهدف منا انه نحن عم نطبخ كل شيء ببوت واحد اللي هو بطنجره واحده. ايوه. بس اليوم مشان نفرجي العالم كيف يعملوا جود برزنتيشن، مثلا نساوي الدجاج لحاله اقليه ونحطه بالفرن ونساوي اليخنه مع بعض. ممتاز. اليوم هي بتروح مع ماش بوتيتو او مع رز ابيض. المقادير هي عباره عن دجاج. لهالاكله نحن لازم نستخدم التاي او الفخذ الكامل للدجاج مع الدبوس، لانه بتجي قطره واضبط. مينلي بتجي مع العظم. انا كشيف ما بحب اكل، يعني لما بحب اقدم شغله ما لازم يكون فيها عظم، بحس انه الزبون هيك بتضايق شوي لحتى طالع اللحم. هاويفر اليوم مسويناها بالعظم لانه اكله بيتيه مثل ما بنقول. الايتم الاساسيه فيها يعني عفوا، بس لو احد مو حب العظم ممكن يتجه صدور دجاج. طبعا صدور طبعًا الدجاج طبعا طبعا طبعا، هي حلاوه هالاكله. وهي فقط دجاج ولا ممكن لحم يسوونها؟ فيك تسويها بالارانب. بالارانب مثلا باوروبا اخذوها للارانب اكثر وللغزلان. للغزلان يمكن هي تحتاج شوي ناعم، يعني ناعم طري بيكون طري. نعم نعم. وتطورت يعني لما اخذوها على بريطانيا حطوا لها ايج يوك اللي هو صفار البيض. فيها البصل والمشروم هن الماده، يعني الاثنين كثير اساسيات فيها. خلينا اول شيء نبلش مشان الوقت. انا ما حكتير ملح وبهر الفلفل الدجاج لانه كل الشغل رح يكون بالصلصه. فراح احط بس ملح، فلفل اسود. طبعا عندنا هون المقلايه بدها تكون كثير سخنه، بدك تبعد. ايوه ورح نبلش بالقلي. طبعا لازم ياخذوا لون حلو، ومثل ما دائما بحكي بالمقلاية لازم ما نحط كثير زيت. زيت قطع وقطع كثير. نعم عشان ما تبرد. عشان ما تبرد. وغير هيك هدول القطع هلا بياخذوا وقت حلو وبياخذوا لون كثير مرتب. هلا بينما يحمروا هدول حنحط هدول بعد منهم وبعدين نحطهم بالفرن. هلا رح نبلش ب اليخنه. رح نبلش ببصل ابيض. اكله كثير سهله على فكره. لا سهله، وهي يمكن احنا اليوم قاعد نتعلم الخطوات خطوه خطوه، ولكن هي تجي كلها مع بعض. نعم. هلا هي مينلي كلياتها بتساوي البصل، بتحط الدجاج، بعدين بتنزل فوق منه البصل، بعدين بتقيم الدجاج على جنب. ايوه. بعدين بتنزل تشيكن ستوك، بعدين شوي خطوات. فيها خطوات، بس انا هون عم سهلها اكثر. يعني هي بشكل عام كم تاخذ وقت؟ يعني تقريبا 30 دقيقة. 30 دقيقة. نعم. نعم. واحنا اليوم راح نقدم معاها البطاطا المهروسة. وعامل معها كمان سلطة خضراء. سلطة خضراء. مع الجزر. وفي كمان اختيار ثاني انه ممكن الرز الابيض. الرز الابيض. نعم. ممتاز. فمثل ما حكيت كثير قصة سهلة. هالأكلة بتحب البي ليفز. ورق الغار. ورق الغار. مع الزعتر الفرنسي. هلا كثير بيقولوا لي شو بتستعمل؟ بقول لهم زعتر. الزعتر بالنسبة لي بالمطبخ هو برفيوم. كيف نحن بنحط برفيوم؟ نعم نعم. هو برفيوم للأكل. وهم الأوروبيين غالبا دائما يعني إذا صح التعبير بهاراتهم دائما يتجهون للاعشاب. روزماري. هلا مثلا ايطاليا اوريجانو. اوريجانو. بس ما بيستخدموا الاوريجانو الدراي. مينلي بيستخدموا الفريش. الفريش نعم. يعني بتطلع لبرا على ايطاليا بتلاقي الشيف مثلا هو عنده عنده بالمزرعه هيك على طول لازم يكون عنده. وهلا صارت بدبي يعني الحمد لله، حتى انا عندي بالاوتيل عندي بيزل، عندي كل انواع. ممتاز. هلا مثل ما حكيت هي بتحب الزبده. بحط بس تنتين زبده. زبده تعطيها لون بعد؟ تعطيها لون وتعطيها نكهه.
هلا ما ننسى انه رح يتحمروا كمان بالفرن. هون اخذوا شويه وش. هلا بننزل المشروم. الفطر. الفطر. في نوع معين ولا؟ بوتوم مشروم. هلا اذا انت حابب مثلا تغليها شوي، تحط لها نوع فطر مثلا شيميجي كثير غالي ياباني، تحط لها مثلا سيب فرنسي، نوع من انواع المشروم. بس هو بالمتوافر بالبلد هون. نعم. كل انواع الفطور، بس نحن بنستخدم البوتوم مشروم او البري خير. نعم. اللي هو متوفر عند كل مكان وسهل المتناول يعني. وطيب. وطيب ولذيذ هو فعلا. هلا رح احط شوية ثوم. بس شغالة عندك النار؟ شغالة. شغالة ها؟ بس هون الاندكشن شوي بطيء. هلا رح هدول نحطهم هون. شيف بالنسبه لانه احنا يعني نقليهم بعدين نحطهم بالفرن، هذا يعني يساهم يعطيهم بس هيك شويه لون ونكهه احسن ما انك تحطهم دغري بالفرن. بالفرن. هلا هون الاندكشن هذا شوي اسرع. هلا بس ياخذوا شويه هيك توستنج ينطبخوا شوي، بنحط لهم التشيكن ستوك اللي هو اساس الدجاج، مرقة الدجاج. ممتاز ممتاز. بهذا الوقت الماش بوتيتو، في كثير عالم بتقول لك انه الماش بوتيتو عندهم بالبيت عم تمغط. لازم اول شيء يجيبوا البطاطا، انا بتمنى عليهم انه ما يسلقوها، يشووها. يشووها. نعم، هي وحده من التكنيك اللي مساويه انه لما بتنشوى بتقشرها بتكون ما لها فايت مي، فما بتطلب بس. صحيح صحيح. فهي واحدة من القصص اللي لازم ينتبهوا لها لما بيساووا الماش بوتيتو. وحتى شوي البطاطا كنكهة أجمل من ألذ من السلق. أطيب. هلا مثلا هون أنا لسه ما ضفت لا كريمة ولا زبدة ولا شيء. هي بس بطاطا مهروسة. مهروسة، بس أنت سالقهم هذه سالق. طبعا، هي مشوية شوي. مشوية. نعم، مشوية ومطحونة. وهذه مش مهروسه مطحونه طحن يعني، هي في لماكينه. ايوه لانه ناعمه كثير. في لماكينه بتنحط عليها بتطلع لك اياها مثل المرهم. يا سلام. هلا رح احط شويه كاين باودر اللي هو نوع من انواع التشيلي بس هندي، بيستخدموه بفرنسا كثير. هذا بيعطي طعم كثير طيب، ما بنكثر منه، شوي سبايسي. رح نزل شويه اوريجانو. يا سلام. سهله والله الوصفه. هلا بشوف اخر شيء كثير بحسها. رح انزل هلا التشيكن ستوك. لما بنزل التشيكن ستوك بنزله على مراحل، ما بدي اساوي شوربه انا. ايوه. بدي الخضار اللي هون عم تنطبخ تتشبع من النكهة مع بعض وتتجانس. يفضل انه المرق اللي نستخدمه هو يعني دجاج او خضار. دجاج. لحم دجاج. ولا دجاج. دجاج لانه قاعد يسلم. نعم. هلا انا رح ابلش نزل هدول، بدنا نحطهم بالفرن. شكلهم هيك حلو، لون جميل. هلا بدي بدل بال ايوه نكمل الدجاج. نكمل الدجاج بعدين نحطهم بالفرن. تقريبا بالفرن بدهم 30 دقيقة. ممتاز. يا سلام يا سلام. طيب شيف، احنا راح نرجع لك بفقرة تذكيرية، نشوف أي مرحلة وصلت أنت فيها. شور. إلى أن تنتهي إن شاء الله ونخلص من هذه الوصفة ونتذوقها بإذن الله. الآن مشاهدينا احنا مع الشيف شبشول ومع وصفتنا اللي تقريبا شبه انت يعني كملت، تحتاج بعض الرتوش. بس نذكر شو سوينا الدجاج. لما حطيناه تقريبا 25 مينيت 25 دقيقه بالفرن، طلعته وحطيته هون مع الصلصه يلي حطيناها لبقيه الكريم لحتى أيوة. تتنغنغ مع بعض. شو بنقول احنا تتنغنغ؟ يعني تتناغم، يعني تشرب بعضها، تتجانس. فالمشروم هلا مع المشروم نغنغه غير، نغنغه غير شيء. اتصور النغنغه ما تنطبق الا على البشر. نعم. الدجاج ها؟ ولا؟ يعني ولا على بعض الاكلات؟ بعض الاكلات مجازيه. ف تقريبا اكلتنا جاهزه هلا حتى تاخذ بعض البعض. سويت الماش بوتيتو. الماش بوتيتو
يعني لازم يكون هيك القوام تبعه. يا سلام. تمام. كيف صارت هيك يعني؟ حطينا له بس كريم وزبده. كريم وزبده. نعم. ما حكينا قبل شوي لكن نحن طحنين البطاطا. ممتاز. اذا احنا نقول البطاطا المهروسه هي الطبق الجانبي، ولكن انت كمان راح تسوي سلطه فيه. وراح نسوي سلطه للي ما بيحب بطاطا. السلطه هي عباره عن اوك ليف مع الجزر. صلصتها كثير سهله، هي البلسمك فينيجر مع زيت زيتون وبس. هلا هون مستخدمين خمس انواع جبنه. هون خمس انواع جبنه ايطاليه، بيناتهم البارميزان والموزريلا والبافاليون. كثير بيعطوا طعم وفاليو لهالسلطه. هلا بنحطها على البرزنتيشن مشان ما ممتاز. اذا نقول الصوص انه فقط زيت وخل، خل خل العنب هذا، خل البلسمك. ايه العنب. طيب ممكن نخلطها شاف يعني قاعدين نخلطها هلا. اوكي ما بروبلم، لانها سهله 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 سريعه لطيفه. يلا واخر شيء احنا نشوف الفاينل برزنتيشن، التقديم النهائي ونتذوق. واحنا صايرين هالايام صراحه شيف ما نتذوق، نتغدى. ايه صاير يعني الموضوع صاير صراحه. طب شو بكون احسن من هيك؟ صحه والف. انا والله امس مو قلت لك سوينا كبسه، رحت البيت ما قدرت اكل ما قدرت. اليوم قلت لهم سووا سليق، بس ما اوعدكم اني انا باكل معاكم صراحه. طب انا هلا حطيت بس الجزر شوي. حلو. هاي السلطه حلاوتها انه ما بدها دريسنج كثير. حلو. زيت زيتون. وتوقع لازم ناكلها على طول بعد ها؟ ملح. دائما بنرفع ايدنا لما بنحط الملح مشان ياخذ مدى مدى ومايك. خلينا نعمل ميكس كثير، لما بتعملي ميكس كثير بتتكسر. صح. بنحط الجبنه. الله. وبنحط شويه فينيجر. هلا هذا الخل في منه شيء اسمه جليزد، اللي هو جي اسمك. بيجي اسمك هداك كثير ظريف كمان، فيك تحط بس زيت زيتون وتحط من هذا على الوش. ممتاز. رائع هذاك الجليز. انا صراحه صرت اميل لاكثر من البلسمك الخفيف. لا حلو. اطيب لانه في عسل. أطيب كمان. اطيب. اي صحيح في عسل. زين تسمح لنا بفاصل يا عسل؟ يلا احنا راح نروح بفاصل ونرجع لك نشوف الشكل النهائي. أوكي. باذن الله. اوكي ماشي. اليوم الطبخه منغنغه والامور تمام. منغنغه منغنغه منغنغه. انا اللي منغنغه. منغنغه على تطلق على الفلوس.